بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المثال اللي فات لما كنا بنتكلم على فايل 2، فايل 2 دلوقتي زي ما احنا شايفين مثلا متسجل فيه بسم الله، وده كان بيكتب تكست جوه كلمة جوه الفايل ده. لو جينا ضفنا أي كلمة على الفايل ده، يعني كتبنا مثلا إيه الحمد لله مثلا، اللي بيحصل فعليا إن التكست اللي كان موجود بيترمي وبيتحط تكست إيه؟ حط تكست بديل. لو فتحنا كده هتلاقي الحمد لله شايف بسم الله، لأنه مش بيأبند. أنا عايز أبند، يعني إيه أبند؟ يعني أضيف على اللي كان موجود، يعني اكمل، ما تشيلش الكونتنت القديم. فهعمل اكزامبل جديد، وفي الاكزامبل الجديد دوت هقوم قايل ايه، هقوم عامل ايه، هقوم ناخد نفس كوبي بيست من المثال اللي فات وهظبط بقى. ان انا دلوقتي قلت له انتر اني تكست، حب بس احط السيمي كولون وسبيس وخلاص، هقرا منه الايه التكست وكل حاجه تمام. طيب ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله؟ لا، كل اللي انا محتاج ان انا اعمله ان انا هقول له هعمل لوب، هسأله عايز اضيف تكست تاني، لو عايز اضيف اضيفه، عايز اضيف تكست تاني، عايز اضيف تكست تاني كده خلاص. فعملت دو وايل، وهت وايل هتلف كل ما كنت اللي هو الكونتينيو دوت اللي هو يعني فاريبل هعمله، لو كنت هو ترو بيكمل. فاقول يبقى فولس خلاص هو مش هيكمل. فقلت له برنت، في برنت كده في امر هقول له دو يو نيد تو اد انذر تكست، انت عايز تضيف تكست اخر خلاص تو ذا فايل مثلا، والاجابه بتاعته هتبقى بكلمه يس يا بنو. وبناء عليه انا هشوف بقى اذا كان عايز يكمل هاخد منه التكست واخلي الكونت بترو عشان يلف كمان ويعيد تاني، يقول عايز تاخد تحط تكست ثاني، عايز تحط تكست ثاني، عايز تحط تكست ثاني الى اخره. فعملت فاريبل اسمه اد، الفاريبل اسمه اد ده دوت تو سترينج. ده طبعا هل هو اد ولا لا؟ المفروض الفاريبل ده هيشيل اي واي يا اما ان، يعني يا يس يا نو، تمام كده. وهعرف بقى الكونت اللي هو الفاريبل اللي انا هستخدمه في العداد هخليه فولس باي ديفولت، يعني باي ديفولت مش هيلف الا لو لقيت ان اليوزر مدخل واي. لو لقيت اليوزر مدخل واي انا هظبط بقى الاداء. لو اليوزر مدخل واي هقول له اف ان الاد كانت واي اور ان الاد واي كابيتال، يعني لو كان مدخلها كابيتال او مدخلها واي سمول، هعمل ايه في الحاله دي؟ كده تمام، كده الراجل عايز يدخل تكست جديد. تمام، هعمل ايه لو كان اليوزر عايز يدخل تكست جديد؟ هطبع في برنت لاين انتر يور تكست، يعني دخل خلاص التكست واقراه خلاص. لو انت عايز تدخل سطر جديد هقول له انتر يور تكست، دخل النص بتاعك، وبعد كده هريد التكست ده، هعرف فاريبل تكست فال تكست وقلت له ريد لاين، وهقول دوت تو سترينج، فهقرا التكست الجديد دوت واحطه جوه الفاريبل اللي اسمه تكست. وبعد ما اقرا التكست دوت هقول له فايل اللي هو بقى الباس نيم بتاعه كان فايل 2 ده، طبعا لازم يكون نفس الفايل اللي انا بقى بند عليه. فهقول له ايه دوت، وعندي طبعا هنا الابسولوت فايل، لا انا عايزين ابند، ابند تكست، عايز اضيف عليه تكست كان موجود. خلاص هقرا التو واقول له ابند تكست، هاخد سبيس، وبعد السبيس هطبع هحطه جواه الايه التكست اللي هو دخله، يعني عشان يبقى فيه سبيس، انا يعني مش بعمل في نيو لاين، خلاص بقى من التكست مش في الاونلاين. وبعدين وبس خلاص، لا اقول له بقى الكونت يبقى ترو بقى عشان ارجع الف واخد الدوره اللي بعدها. فاقول له الكونت ايكوال ايه؟ ايكوال مش فولس، لا مش فولس، نقول ترو عشان لما يبقى دخل جوه ولقى اد يس، قلت له انتر يور تكست، وقلت له وقريت التكست وحطيته جوه الفايل وعملته ابند، قلت له كونتينيو ايه؟ ترو، عشان يقدر يلف تاني ويساله هل انت عايز نص ثالث، عايز نص رابع، نص خامس، لغايه ما يقول لك ايه؟ حاجه غير حرف الواي. وفي الاخر كده كده هقول له تكست سيف تو داتا فايل وخلاص. وتعالى كده بينا ايه نتست اللي احنا عملناه ده. تمام، كليك كمان كده وران عشان يبلده. قال لي انتر انتر اني تكست، قلت له بسم الله مثلا، دوس انتر، قال انت عايز تضيف تكست تاني، قلت له واي، قال لي انتر يور تكست، قلت له مثلا ايه الحمد لله مثلا خلاص. قال لي طب عايز تضيف تكست تاني، قلت له مثلا يس. قال لي ضيف التكست بتاعك، قلت له مثلا الله اكبر. قال لي هتضيف تاني، قلت له لا انه او ان او اي حاجه خلاص، هو بالنسبه له اي حاجه غير كلمه واي سمول او كابيتال خلاص. قال لي تيك سيف داتا فايل، لو رحت فتحت الفايل بتاعي هي بسم الله والحمد لله والله اكبر، اضافوا كلهم ما تشالوش، ما ربسوش بقى الايه التكست القديم، وتحط التكست الجديد.